عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا رحاب العناية، أدرس في المستوى السادس ابتدائي بمؤسسة إصباح الخصوصية. اليوم سأتكلم عن المجموعة الشمسية. فالمجموعة الشمسية هي النظام الكوكبي الذي يتكون من الشمس وجميع ما يدور حولها من أجرام، بما في ذلك الأرض والكواكب الأخرى. يشمل النظام الشمسي أجراما أخرى أصغر حجما، هي الكواكب القزمة والكويكبات والنيازك والمذنبات، إضافة إلى سحابة رقيقة من الغاز والغبار تعرف بالوسط بين الكوكب. كما توجد توابع الكواكب التي تسمى الأقمار، ولا ننسى الكواكب التسعة المحيطة بالشمس، وهي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتون.